هو برضه لو احنا اختلفنا مع احمد كريمه، بس بصراحه الراجل عمره ما تلاقيه في مكان ويغير كلامه في نفس الموقع، دايما متمسك باراءه. تعالوا نشوف وهو ايام ثوره 25 يناير وهو بيقول حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عن النبي يعني هو الراجل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما تحول الراي من الراي السلمي لدفع مظالم الى المنادات بخلع واقفاء ولي الامر، فهذا بغي محرم مجرم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. شفت الراجل عقدته منضبطة، الراجل بيتكلم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. طب يا ترى لو حد كان معايا في وقت تاني غير وقت 25 يناير، يعني مثلا أيام مرسي، هل هو هيغير رأيه ويتمسك بحديث النبي ولا إيه القصة؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. دكتور احمد كان الشيخ شريف يعني في خلال الفصل كان بيقول لك طب اعمل ايه في الاحاديث اللي انا قلتها دي؟ هذه نعمل ايه في الاحاديث اللي استمعنا اليها؟ كلمات حق يراد بها باطل، يراد بها الخضوع والخنوع للحكام حتى ولو كانوا جائرين. هذه ثقافة خليجية بدوية صحراوية، وهذا هو المنهج، المنهج الوهابي المتسلف جاء لخدمة الحكام يدورون في فلكهم ويوظفون الفتاوى في خبر اسود. الراجل بيقوله نفس الحديث اللي هو قاله، قال لك كلمة حق ترد بها باطل يا لهوي، انت بتغير رأيك في ثواني كده؟ ده حد ياخد منه علم؟ منتصف الجبهة، في منتصف الجبهة والله. الله الله.